مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من برنامج انفصل كان. اليوم كيحضر معنا في الاستوديو مراقب الحكام محمد باشي. سي باشي اهلا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافه. شكرا لك استاذ باشي. قبل ما نبداو في امور تحكيميه استاذ، شنو تعليقك على مباراه المنتخب المغربي امس؟ المقابله ديال المغرب امس كانت مقابله صعيبه، نظرا اولا قوه المنافس وهو الكونغو الديمقراطيه، كنعرفوا بان معظم اللاعبين ديالو من مازامبي. ثانيا كانت الظروف المناخيه كانت قاسيه، كانت الحراره مفرطه زائد رطوبه، هذا ما شكل عائق للاعبين المنتخب المغربي. نقدروا نقولوا ان هذا الاكراه كيعيشوا غير منتخبات ديال شمال افريقيا؟ طبيعة الحال، نظرا لبان المناخ، ان جوج اللاعبين ديال شمال افريقيا المحترفين كيمارسوا في اوروبا، ثاني بانه هذاك الجو الاستوائي كيكون فيه بزاف ديال الحراره والرطوبه، ما كيمنع اللعابه شمال افريقيا من ابراز المؤهلات ديالها. سي باشي، لا تابعتي معنا ديك ضربات الجزاء اللي خداها المنتخب ديال الكونغو ورافقها الكثير من الجدل، شنو صحة القرار؟ هي كان واحد التغليط من طرف المذيع ديال القناة النقيلة بأنه لمسة يد، ما كانش هناك لمسة يد، بالعكس كان هناك ارتقاء ديال اللاعب أملاح، وعند الهبوط ديالو الكود ديالو أصاب الرأس ديال اللاعب رقم جوج اللي شفنا بأنه أصاب بنزيف دموي. هذا النزيف هو اللي خلى، لانه في القانون التحكيم قد تقدر تشوف تبعيات ديال المخالفه، تقدر ترجع الخطا تشوف الصعوبه ديالو، وبالتالي كانت منادات من طرف الفار على الحكم الرئيسي، واللي اثبت بانه كان هناك بتهور، كان خطا بتهور، مما ادى الحكم الى الاعلان عن ضربه جزاء اللي في نظري مستحقه، زائد انذار اللاعب املاح لانه تدخل بتهور. سي باشي، تقدر دير لنا قراءه في مستوى التحكيم لحد الان في البطوله ديال الكان؟ ولحد الان مستوى جيد. السياسه اللي نهجتها الاتحاد الافريقي منذ سنتين وهي تشبيب، لان اغلب هاد الحكام شباب 34 35 36 سنه، تم ابعاد بعض الحكام اللي عندهم اللي قربوا يساليو، باستثناء واحد ثلاث حكام اللي باقيين هما رضوان جيد وغربال وباملاك تيسيما، هاد ثلاثه هما من المخضرمين، اما الباقي والسوداني كذلك الحكم الرابع السوداني، اما الحكام الاخرين هم حكام كاين اللي ما كيتجاوز 31 سنه كالحكم الصومالي، وبالتالي هذه السياسه التشبيب عطات الاكل ديالها. وزياده على هذا السيمينار التكوين المستمر لهذ الحكام، وزج بهم في لقاءات تشامبيونز ليغ والكاف، مما عطى واحد الامتياز لهذ الحكام، وكنشاهدوا بان ما كانش تاثير على النتائج، كان تدخل ديال الفار في بعض المناسبات اللي كان تدخل ممتاز وصحيح، وبالتالي كنقدروا نقولوا باجمال بان المستوى جيد يرقى لما يطلبه الاتحاد الافريقي، ولم يؤثر في اي نتيجه من نتائج المقابلات. وباش ممكن نفسروا الاحتجاجات ديال الاتحاد التونسي والاتحاد الجزائري؟ وشخصيا تابعت جميع المقابلات لا ديال المنتخب التونسي اللي كان الحكم الغاني دانيال ني اي، وكان الحكم الفار بوركينابي، فاللقطه ديال اللقطه اللي كانت بين تونس ومالي اللي احتج عليها الاتحاد التونسي وهي اللقطه ديال المساكني، ما كانش فيها ضربه جزاء، وبالتالي هما طالبوا بانه كان خصو ينادي الفار. الفار كينادي الا تبين ليه من احد الكاميرات بانه هناك خطا، الا ما تبينش بان خطا فهو لن ينادي على الحكم الرئيسي، وبالتالي كانت فرصه، كانت لقطه عاديه. الاتحاد الجزائري اخفاق المنتخب الجزائري امام بوركينا فاسو، والحل امام الاتحاد الجزائري هو الاحتجاج على التحكيم، والحكم كان من الحكام الممتازين وهو الجنوب الافريقي توم ابو نجيب، وقام مقابله جيده، كذلك كان في الفار حكم غومبي، وبالتالي كنظن بان هاد الاحتجاجات ليست في محلها، وهي بمثابه احتجاجات لمص غضب الجماهير. كنشاهدوا بان لا المستوى ديال الفريق الجزائري ولا المستوى الفريق التونسي لم يرقى المستوى المعهود، وبالتالي لمص الضغط ديال الجماهير قام كل من الاتحاد التونسي والاتحاد الجزائري بشكوى للاتحاد الافريقي. واخا استاذ، يمكن تقربنا، حنا كنتناولوا استعدادات المنتخبات الافريقيه قبل ما تجي لك، كيفاش كيستعدوا الحكام بحال التظاهرات الكبيره مثلا، الورشات اللي كديرها الكاف وداك الشيء، كيفاش كيتم الاستعداد فيها؟ هو اول حاجه كان هناك سيمينار، كان هناك ستاج، كان واحد التكوين في شهر نوفمبر 2023، كانت المداولات تقريبا على 90 حتى 95% من هذه اللائحه النهائيه، حيث اللائحه لان في هذه اللائحه تم هناك تغيير، مثلا كان رضوان جيد اللي كان غادي غير فار ولا حكم، وبالتالي
فان جميع الحكام اللي كانوا مستدعون اللي كانوا في شهر 11 حضروا الاسبوع في الكوت ديفوار شهر 11، وعاوتاني في هذا شهر يناير مشاو قبل اسبوع قبل من الدوره، وكان هناك تكوين على المستوى النظري والمستوى التطبيقي، وكان هناك اجتياز اختبار بدني، لانه الا ما توافقتيش في اختبار بدني كيتم ارسال الحكم للبلد ديالو، وبالتالي كنشاهدوا بان هناك استعدادات مكثفه ودورات تكوينيه متتاليه لكي يكون الحكام في احسن مستوى في كاس افريقيا، خاصه وان الكاف كيشدد على المساله ديال النزاهه هنا بالنسبه للنزاهه راه كان هناك كان اجتماع ديال واحد المسؤول في اللجنه القانونيه مع الحكام قبل من الانطلاق، واصر والح على انه النزاهه هي الشرط الاول والاخير لإنجاح الدوره. وكنلاحظوا بان ما نظنش انا اي حكم غادي يغامر بالمستقبل ديالو الى خدينا ثلاثه ولا اربعه حكام اللي قرروا بالتقاعد، اما الباقي تقريبا هما حكام شباب ومازال كيطلعوا باش يلعبوا كاس افريقيا اخر وكاس العالم لما لا، وبالتالي فمساله النزاهه هي مفروضه عليهم وهي الشرط الاول والاخير، واي اي 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 خلل يمكن يوقع يتم توقيف الحكم. يعني نقدروا نقولوا هذه الاحتجاجات اللي كاينه مؤخرا ديال الاتحادات الجزائري والتونسي كيف فسرتيها انها فقط لامتصاص غضب الجماهير؟ هذا في نظري الشخصي، لانه كما شفنا المقابله فالحكم ما عطاش لا البوركينا فاسو لا المالي اي هدف او اي حاله شاده، كانت المقابله غدا في السير العادي، وبالتالي هذا كيبان لي غير هو طريقه لامتصاص ضغط الجماهير. استاذ الحكمه المغربيه بشرى اليوم كتستعد لدخول تاريخ التحكيم العربي والافريقي بعد موقع عليها الاختيار كحكمه رئيسيه لقياده مباراه نيجيريا وغينيا بيساو، كيفاش كتعلق على المساله؟ وبشرى كروبي ابانت في مناسبات دوليه بعلو الكعب ديالها، فهي شاركت في كاس افريقيا للاناث مؤخرا كما شاركت في كاس العالم للاناث، وبالتالي الاستدعاء ديالها ما كانش في اللائحه الاولى، ولكن الاستدعاء ديالها في اللائحه النهائيه كان شرف للمغرب بانها تكون اول حكمه عربيه وافريقيه ينادى على كحكمه الساحه، وبالتالي هو عندها مسؤوليه، وكنظن بانها تكون في المستوى ان شاء الله، لانه مع المستوى اللي ظهرت به في السنتين الماضيتين كسبت نوع من التجربه سيشوف داخل البطوله الوطنيه النخبه واحد، وبالتالي هي غتدخل اليوم مع جوج حكمات كارين فومو من الكاميرون وديانا تشيكا من زامبيا، غيكون معها كحكم رابع جلال جيد، وفي الفار غيكون معها رضوان جيد، والحكم افار الحكم زكريا برينسي. كنتمنى لها ان شاء الله تتالق كما تالق الحكام السابقون، لان كما لاحظتوا كان المشاركه ديال رضوان في مقابله كان عطات مقابله رضوان جيد، كان جلال جيد توا دخل، سمير الكزاز توا قال مقابله جيده، كنتمنى هاد الاربعه الحكام يبقاو في الدور المقبل ان شاء الله باذن الله. سي باش شنو تقدر تقول على التحكيم النسوي المغربي اليوم والحضور في المحافل الدوليه والقاريه؟ هنا الطفره النوعيه بعد ما جاء سي فوزي القجع كان اهتمام بالبطوله النسويه وبالتحكيم النسوي، لاحظوا بانه هناك حكمات الان في حكمات كيديروا مقابلات ديال الرجال في المغرب في الهوات وفي النخبه واحد كالكربوبي بشرى، وهناك في الهوات حكمات دوليات اللي كتعطاهم بعض المرات مقابلات للرجال، لان الريتم ديال المقابلات ديال الرجال باش هو ديال النساء. وما تنساوش بان الشرط ديال الفيفا لكي يتم تعيين حكمه للرجال خصها تجيب اختبار بدني ديال الرجال، وهذه ماشي سهله، وبالتالي هنا تعطات فرصه هنا في المغرب، وبالتالي هذه الفرصه اللي تعطات في المغرب غادي تعكس ان شاء الله غتنعكس ان شاء الله على المستوى ديال الحكمات وبالتالي المشاركه الدوليه ديالهم ان شاء الله. سي باشي تقدر تقول لنا رايك في سفراء التحكيم المغربي في الكان؟ ولحد الان هما هذا تمثيل جيد للمغرب، لا الحكام كاع المقابلات اللي دازوا الحكام المغاربه ابانوا على العلو الكعب ديالهم، كنتمنى بانه يبقى اكبر عدد، لان لا يخفى بان احنا هو المنتخب البلد الوحيد اللي عنده اربعه كحكم وجوج كحكام مساعدين وواحد افار، وبالتالي الى احنا هنا كنتمنى بان يمشيو ادوار نهائيه ويبقاو يمثلوا المغرب احسن تمشي ان شاء الله.
سي باشي كنشكرك على الحضور ديالك معنا. لا شكرا على واجب. وشكرا على تلبيه الدعوه. لا شكرا على واجب وشكرا جزيلا. بالمشاهدين الكرام وصلنا الى نهايه الحلقه، الى اللقاء.